السلام عليكم، أنا اسمي محمد عبيدات، أدمن في صفحة كرة فلسطين على الفيسبوك والناطق الإعلامي نادي جبل المكبر المقدسي. حبيت أهنيكم على عملكم الرائع ونشاطكم الملحوظ في نشر الرياضة بشكل مميز في مجتمعنا. بتمنى منكم المواصلة والاستمرار في هاي الأنشطة والأعمال اللي من شأنها إنها تنشر رياضتنا في مجتمعنا بشكل جميل جدا. بقدم اعتذاري لكم جميعا لأني ما قدرت أحضر حفل التكريم المقدم من شبكة كرة فلسطين، واللي أنا شخصيا بعتبره شرف كبير إلي إني أكون متواجد معكم، لكن الجميع بيعرف الظروف اللي فرضها علينا الاحتلال من تضييق وحصار، لذلك بقدم اعتذاري لكم جميعا. في نهاية رسالتي لكم بتمنى منكم مزيد بتمنى لكم مزيدا من التقدم والنجاح، وربنا يوفقكم جميعا. شكرا. مرحبا، أنا ولاء الشرباتي من شبكة كورة فلسطين. بشكركم وبهنيكم على افتتاح الموقع الجديد، بشكركم على الأعمال اللي بتعملوها. تمنينا نكون معاك، ولكن للأسف مع هالظروف اللي حدثت ما تمكننا. نتمنى لكم الخير والتوفيق، وتظلوا مستمرين بالأعمال اللي بتعملوها. وألف شكر لمجهودكم من شبكة كرة فلسطين، كلمة دعم لشغلكم الجبار. يسعد صباحكم ويسعد كل أوقاتكم. أنا نمر أيوب، إعلامي كرة السلة في طاقم كرة فلسطين. حبيت أهنيكم من كل قلبي على عملكم وأنشطتكم اللامنهجية اللي عم تنشر الرياضة بالمجتمع بطريقة إنسانية حلوة ومميزة، وبحثكم وبشجعكم على الاستمرار في هاي النشاطات لأنها أفضل طريقة لنشر الرياضة بشكل مميز في مجتمعنا. وطبعا بقدم لكم اعتذاري لاني ما قدرت اكون متواجد بتكريمكم من كورة، مع انه بشرفني كتير انه اكون بيناتكم، بس للأسف الاحداث وصعوبة الطرق هي اللي منعتني من التواجد. وبالنهاية بحب اقولكم يعطيكم العافية وربنا يوفقكم في دراستكم وحياتكم العلمية والعملية. استمروا. يعطيكم العافية، أنا سامح داود، أدمن في كرة فلسطين ومراسل قناة فلسطين الرياضية. عجبني كثير الدور اللي بتقوموا فيه بنشر الرياضة، وإحنا معكم ونشد على أيدكم، ونعتذر عن اللقاء السابق بسبب الأوضاع في فلسطين وعدم مقدرتنا للوصول إلى نابلس، ونتمنى أن نكون معكم في قادم الأيام. يعطيكم ألف عافية. مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية. معكم أخوكم حسن الأطرش، مراسل شبكة كرة فلسطين وأحد أفراد طاقم العمل، طبعا متواجد في الإمارات ومختص بمتابعة أخبار المنتخب الوطني والمعسكرات الخارجية. وأكيد كلكم تعرفوا عمي الدكتور محمود الأطرش، دكتور في كلية الرياضة التربية الرياضية في جامعة النجاح، بوجه له السلام وإلكم طبعا. فبصراحة حابب أشكر وأتكلم عن هؤلاء المتطوعين في كلية التربية الرياضية الذين يقومون بنشر الرياضة بطريقة إنسانية، سواء بعمل أنشطة رياضية مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو في بيت المسنين أو مع اليتامى إلى آخره. هؤلاء الطلاب يستاهلوا ألف شكر منا جميعا على موقفهم الإنساني ومبادرتهم الرائعة، وبيستاهلوا منا جميعا تكريم وشكر. فصراحة كنت أتمنى أكون متواجد مع زملائي في طاقم كرة فلسطين لتكريم هؤلاء الطلاب، ولكن شاءت الظروف إنه ما أستطيع الحضور. طبعا طاقم كرة فلسطين المبادر شكرا له، بوجه له ألف تحية على هذه المبادرة الحلوة لتكريم هؤلاء الطلاب الذين يستاهلوا جدا ألف شكر وألف تكريم، مش تكريم واحد، على مبادرتهم الحلوة لموقفهم الإنساني وحسهم الوطني طبعا باتجاه قضيتهم وابناء شعبهم. وكلمة أخيرة، بشكر طاقم كرة فلسطين على هذه اللفتة الرائعة، وشكر مني أنا شخصيا لهم، وشكرا لهؤلاء المتطوعين، ويعطيكم ألف عافية. شكرا.